Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads. وفي عام 1844 هجرية فتحت مدينة جدة أبوابها مرحبة بالملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله الذي دخلها دخولا سلميا. وكافأ الملك عبد العزيز طموحها وقدمت جدة وعدها بالتقدم والانتماء. وفتحت مدينة جدة أبوابها للنهضة التجارية والصناعية والعمرانية.